أهلا بكم مشاهدينا في برنامج كشك الصحافة، وفيه تتابعون: موقع إخباري يسخر من المخلوع صالح يعترض على تقرير أممي يكشف ثروته قبل عامين. 5 طلاب يمنيون في كندا يطالبون الحكومة بمنحة من مالية. ميليشيا الحوثي تهجر سكان قرية كاملة في البيضاء. وفي أكثر الأخبار قراءة، الرئيس الأمريكي ينصح زعيم كوريا الشمالية بحسن السلوك. في تقرير يسخر موقع يمن مونيتور من المخلوع صالح في أحد عناوينه: صالح يعترض على تقرير أممي بشأن ثروته بعد عامين على نشره. قال الموقع: صالح استغرق أكثر من عامين لتقديم اعتراض على تقرير أممي باختلاسه 63 مليار دولار كحجم لثروته بعد إخراجه من السلطة بعد 33 عاما. سلم أحد الموالين للمخلوع صالح ممثل الأمم المتحدة في صنعاء جيميل دريك وثيقة اعتراض على تقرير للجنة الخبراء بشأن ثروته مع عدة نسخ للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. والتقى لدريك بعارف الزوكا الأمين العام في حزب المؤتمر الشعبي بالعاصمة اليمنية صنعاء، وأبدى الزوكا اعتراضه على الإجراءات بحق صالح ونجله أحمد. قال إنها استندت إلى معلومات خاطئة، وقدرت لجنة الخبراء بأن ثروة علي عبد الله صالح وحدها تصل إلى 63 مليار دولار. تتابع المواقع الإخبارية حكم الإعدام الذي أصدرته الميليشيا في صنعاء بحق أحد الصحفيين وعنون موقع بوست. الإسيسكو تدعو إلى التدخل لمنع ميليشيا الحوثي من إعدام الصحفي الجبيحي. وقال الموقع إن المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإسيسكو دعت المنظمات الدولية المعنية للتدخل العاجل. أضافت المنظمة إن المنع يستند إلى بنود خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب من أجل منع تنفيذ حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة غير شرعية تابعة للمتمردين الحوثيين في صنعاء في حق الصحفي اليمني يحيى الجبيحي بتهمة ملفقة هي التخابر مع جهات أجنبية. طالبت الإسيسكو بإطلاق سراح الصحفي الجبيحي وجميع الصحفيين الذين تعتقلهم الميليشيا الطائفية الخارجة عن القانون والشرعية حتى لا يقتل الجبيحي. تحت هذا العنوان كتب حسين الصوفي مقاله المنشور في يمن مونيتور: هذه الحقيقة التي يجب أن نواجه أنفسنا أمامها بشجاعة. الحوثيون قتلة مجرمون، قتلوا 74 بريئا تحت التعذيب حتى اللحظة، من وصلت جثة فقط، ويريدوننا هذه المرة أن نكون إسفنج نجفف دماء من يخططون لتصفيتهم وقتلهم من المختطفين. يريدون أن يقتلوا الأستاذ الصحفي الجبيحي، ويراد لنا أن نلغ في دمه بترديد روايتهم كونه محكوما بالإعدام. قبل أشهر اختطفوا الجبيحي وعذبوه، عذبوه بأبشع أساليب التعذيب، لقد كادوا يقتلونه من جور التعذيب وبشاعته. قبل أيام أصدرت نقابة الصحفيين بياناً عن تدهور صحة الجبيحي المصاب بالمرض أصلاً والمعذب بأيدي الوحوش الحوثية المجرمة، واليوم يسربون فاجعة هي جريمة ضمن سلسلة جرائمهم بأنهم حاكموه. يريدون أن يشرعنوا لقتلهم وجرائمهم ويقننوا لوحشيتهم وإرهابهم. القانون يجرم الاختطاف، وهم اختطفوا 14,000 مواطن يمني. القانون ينص على منع احتجاز المتهم فوق 24 ساعة، وهم يخفون آلاف اليمنيين منذ سنتين وليس 24 ساعة. القانون ينص على تجريم التعذيب، وهم قتلوا 73 يمنيا تحت التعذيب البشع المتوحش. القانون يجرم استخدام الوظيفة العامة للانتقام من المواطنين، وهم ارتكبوا جرائم عظمى في حق الوطن حين اقتحموا العاصمة وأسقطوا الدولة والتقطوا لأنفسهم صورا في كل المكاتب السيادية وأهانوا البلد ورفعوا صرخة إيران فوق العلم الوطني في الوزارات، ثم استباحوا الحقوق العامة والخاصة ويتحدثون عن محاكم. إلى موقع سبتمبر نت الذي عنون في صفحته الرئيسية قائلا: ميليشيا الحوثي تهجر قرية كاملة في البيضاء. قال الموقع
إن ميليشيا الحوثي وصالح اقتحمت قرية في مديرية ولد ربيع بالبيضاء وهجرت أهليها من منازلهم بالقوة. وأكدت مصادر سكانية لسبتمبر نات أن الميليشيا داهمت قرية المنابهة في قيفة بولد ربيع وهجرت أهالي القرية بتهمة تعاونهم مع المقاومة. يتابع الموقع: اعتبر ناشطون عملية التهجير الجماعي لأبناء قرية المنابهة جريمة انتهاك صارخة ترتكبها ميليشيا الحوثي وصالح بحق المواطنين في موضوع من ريف محافظة لحج. عنوان موقع المشاهد نت: في القبيطة مياه الشرب الأغلى في العالم. يعيش سكان مديرية القبيطة شمال مدينة لحج معاناة كبيرة في الحصول على مياه للشرب. وقال مواطنون من أبناء المديرية للمشاهد أن الحصول على دبة ماء 20 لترا للشرب يحتاج إلى الوقوف في طوابير كبيرة أمام وايتات لبيع الماء، وسعر الواحدة منها يصل إلى 200 ريال. أوضح أحمد الفهيمي وهو أحد أبناء المنطقة أن الوضع الإنساني أصبح صعبا للغاية، حيث زادت معاناة الناس بشكل كبير للحصول على الماء بعد نضوب الكثير من الآبار الجوفية نتيجة تأخر سقوط الأمطار. أضاف أحمد: نقل الماء لبعض القرى الجبلية يستدعي من الشخص التنقل في الطريق الجبلي الوعر ما يزيد عن ساعة للحصول على 20 لترا من المياه الصالحة للشرب. المازوخية السياسية. وتحت هذا العنوان كتب عبد الله حمادة محمد ما قاله المنشور في هافينغتون بوست: وجب علينا البدء فورا في مشروع لإعداد جيل جديد من الكوادر السياسية الشابة التي ستشكل بدورها جدار الممانعة أمام هذا الطاعون الذي استوطن الحياة السياسية بشكل صارخ، ومن ثم إحداث تغيير في المشهد السياسي وإبراز رقم جديد ومؤثر في المعادلة السياسية. لذلك نحن بحاجة إلى حالة من تضافر الجهود من الأفراد والمؤسسات التي تمتلك الوعي والرؤية الكاملة لهذا المشهد والمعرفة بمدى الأضرار الواقعة على الحياة السياسية ومن ثم المجتمع ككل، والتي أنتجتها المازوخية التي توغلت وانتشرت في جسد المعارضة السياسية داخل مجتمعاتنا العربية. ما نحتاج إليه هو جيل جديد من السياسيين يتم إنتاجه خارج هذه الحلقة التي اكتساها الجمود الفكري والحركي وحال من الرضا بما تقدمه لها الأنظمة السادية الحاكمة. بعد إنتاج هذا الجيل سنرى مشهدا مغايرا لما اعتدنا عليه، مشهدا مليئا بالحرية والحيوية والتجدد. هنا يتبقى لنا العامل الأهم لإنجاز هذه المهمة ألا وهو عامل الوقت، فكلما تأخرنا في الانطلاق بتلك المبادرة ازدادت المازوخية وتجذرت في أعماق الكيانات السياسية واستحوذت على التجمعات الجديدة الناشئة التي تفتقد إلى الوعي الكافي بهذا الطاعون وأضراره، والتي تكتفي بتلك الصور الذهنية التي رسختها الأنظمة السادية في أذهان الأجيال الجديدة بطبيعة المشهد وبالتالي التكيف معه. في الأخير دعونا نحلم، لعل أحلام اليوم تصبح في الغد حقيقة. الصحونت ماذا يقول في أحد أخباره؟ أوائل الجمهورية الدارسون في كندا يناشدون الحكومة بسرعة صرف مستحقاتهم. إلي بالعنوان: أوائل الجمهورية الدارسون في كندا يناشدون الحكومة بسرعة صرف مستحقاتهم المتوقفة منذ 9 أشهر. فقال الطلاب في مناشدة عاجلة تلقى موقع الصحونت نسخة منها: إنهم أوشكوا على التخرج فيما مستحقاتهم متوقفة منذ 9 أشهر، وتم استثناؤهم من عملية الصرف الأخيرة التي شملت معظم الطلاب الدارسين في الخارج. يتابع الموقع: الطلاب عددهم 5 فقط أكدوا أنهم شارفوا على التخرج من الجامعات الكندية وبتقديرات عالية. وقبل أن نكمل قراءة الصحف وقبل أن نذهب إلى الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. تحاول ميليشيا الحوثي والمخلوع الالتفاف على أزمة الرواتب التي تسببت فيها هذه المرة عبر سلع تموينية كما عنونت صحيفة العرب الجديد. الحوثيون يحتجزون رواتب اليمنيين ويستبدلونها بسلع تموينية. تقول الصحيفة: دخلت أزمة رواتب الموظفين في اليمن منعطفا جديدا بعد أن أعلنت سلطات الحوثيين اعتزامها صرف رواتب الموظفين الحكوميين في المناطق الخاضعة لسيطرتها في شكل سلع غذائية من خلال البطاقات التموينية، فيما استبعد خبير اقتصادي إمكانية تحقيق هذه الخطوة. يبلغ عدد موظفي الدولة نحو 1.2
مليون موظف يتوزعون بشكل غير متساو في مناطق السيطرة التي أفرزتها الحرب، لكن نحو مليون موظف يتركزون في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للحوثيين، وهم بدون رواتب للشهر السابع على التوالي، فيما لا يتجاوز عدد الموظفين في مناطق الحكومة الشرعية 200,000 موظف يستلمون رواتبهم بانتظام. وزارة الصناعة الموالية للمتمردين الحوثيين قررت صرف رواتب الموظفين المتأخرة لتكون 50% من الرواتب في شكل كوبون للتموين، و 30% نقدا، و 20% عبر حسابات توفير بريدية في هيئة البريد الحكومية. عمار الحمادي وهو الخبير الاقتصادي يقول إن إعلان سلطات الحوثيين صرف سلع بدل الرواتب عبارة عن بيع للوهم وتسويق للسراب وتهدئة للغضب المتصاعد بسبب العجز عن دفع المرتبات، وحتى يظهروا بمظهر القادرين على تقديم الحلول بينما هي شكلية ولا جدوى منها عمليا. صحيفة الخليج الإماراتية تابعت أحد انتهاكات الميليشيا في محافظة الحديدة وقالت أقدمت ميليشيات الحوثي على تنفيذ حملة اعتقالات في صفوف المدنيين. طالت أيضا عناصر تابعة لحزب المؤتمر التابع للرئيس المخلوع المتحالف معها في الانقلاب على الشرعية في عدد من مديريات محافظة الحديدة. ومصادر محلية تؤكد أن عناصر ميليشيات الحوثي اختطفوا أنس وعبد القدوس محمد الغزالي وهما مناوئان للجماعة، بالإضافة إلى نجل مدير أمن مديرية زبيد العزي الحضرمي وصديق له يدعى عبد الوهاب إلياس، وقامت بإيداعهم في سجون خاصة بها. تواصلت عمليات الاعتقال والخطف، والتي طالت أيضا عاقل منطقة الريان عوض سليمان مهدي، وطالت شقيقه محمد سليمان وعمر البرعي وهو أحد موظفي إدارة أمن مديرية التحيتة، واقتادتهم إلى أماكن غير معروفة. تزامنت حملة الاعتقالات مع الاستعدادات الجارية للبدء بمعركة تحرير الحديدة المفترضة، واعتبر المتابعون أن حملة الاعتقالات جاءت استباقا للعملية العسكرية التي تجهز لها القوات الشرعية على الحديدة وبإسناد من قوات التحالف العربي. إلى صحيفة الاتحاد أيضا نقلت جزءا من انتهاكات الميليشيا وقالت مسلحون حوثيون اقتحموا مدرسة حكومية للبنات في حي بير عبيد شرق صنعاء لإجبار الطالبات على ترديد ما يعرف بالصرخة. وسائل إعلام يمنية قالت مسلحون يقودهم القيادي الحوثي محمد الطيري اقتحموا مدرسة سكينة لتعليم البنات وأشهروا أسلحتهم الرشاشة على الطالبات خلال طابور الصباح لإجبارهن على ترديد شعارات طائفية وشعار الصرخة، إلى أن الطالبات رفضن ذلك بشدة. تتابع الصحيفة المسلحون الحوثيون صرخوا على المعلمات والطالبات بكلمات نابية قبل أن يقدم قائدهم على الصف طالبة كانت تمزق شعار الميليشيا، وكان الشعار وضع في وقت سابق على جدار المدرسة. مدير مكتب التربية والتعليم بالعاصمة صنعاء محمد الفضلي أكد حادثة اقتحام مدرسة سكينة من القيادي الحوثي الطيري ومن مرافقيه، وقال أبلغناه أن المدرسة للتعليم وأبلغناه أيضا بمحايدة المدرسة ويمنع فيها ممارسة أي عمل حزبي أو رفع شعارات لأي حزب، إلى أن الطيري كان قد جمع مجموعة من المسلحين واقتحم المدرسة وباشر بإخافة الطالبات والمدرسات. هل يقود الجنون إلى تسوية؟ يتساءل صادق ناشر في مقاله المنشور في صحيفة الخليج مضيفا تتسارع التطورات في الساحة العالمية التي قد تقود إلى كوارث حقيقية جراء الجنون الذي يقوده بعض الممسكين بشؤون العالم وبخاصة الولايات المتحدة وروسيا، إضافة إلى بعض الأطراف المهددة للأمن والسلام أبرزها كوريا الشمالية التي دخلت في مواجهة إعلامية حقيقية مع الولايات المتحدة ملوحة باستخدام السلاح النووي أثناء احتفال بيونغ يانغ بالذكرى 105 لميلاد مؤسس كوريا كيم إل سونغ. المواقف المتخذة من جانب واشنطن وبيونغ يانغ تدل على أن الوقت لم يعد يسعف أحدا في إيجاد مخارج للأزمات التي يشهدها العالم
في الوقت الحاضر، فأمريكا مشغولة بإعادة ترتيب أولوياتها في الداخل والخارج، حيث تعصف الأزمات بالإدارة الحالية منذ مجيء دونالد ترامب رئيساً للبلاد ودخوله في أزمات عدة مع خصومه في أمريكا وخارجها وبالذات مع أوروبا. يعجز ترامب عن حل بعض الأزمات التي تواجهه، لكن الأزمات الأخطر تلك المتصلة بقرار إنهاء الحرب في سوريا وحسم الخلافات والتوترات مع كوريا الشمالية التي تبدي إصراراً على خوض معركة مفتوحة مع الولايات المتحدة، وعندما أجرت قبل أيام تجربة صاروخية رغم فشلها إنما أرادت أن تؤكد للولايات المتحدة أنها لا تزال قادرة على التصدي لمخططاتها في العالم واستهدافها كذلك. يقول بعض المراقبين إن اتخاذ قرار المواجهة لن يكون في مصلحة أحد، وسيكون هناك الكثير من الخاسرين في الصراع، ويرون أن الصراع الحالي قد يصل إلى حافة المواجهة لكنه لن يكون قابلا للانفجار، وأن هذا الجنون النووي ربما يقود في نهاية المطاف إلى تهدئة على جبهة الصراع بين الجانبين وفي مناطق أخرى من العالم. يحبس العالم أنفاسه أمام التطورات الأخيرة بين الصواريخ وتجارب كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية. ومن بين أخبار الصحف العربية ما علقت به صحيفة النهار في أحد عناوينها: ترامب يقول على زعيم كوريا الشمالية أن يحسن سلوكه. قالت الصحيفة: جاء تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمراسل شبكة CNN بعد مشاركته في احتفالات عيد الفصح برفقة زوجته ميلانيا، ولدى سؤاله: هل تريد أن توجه أي رسالة إلى كيم جونغ أون؟ قال ترامب: يجب أن يحسن سلوكه. يأتي هذا التحذير بعد يومين من التوتر أحيت خلالهما كوريا الشمالية ذكرى ميلاد مؤسس النظام الشيوعي كيم آيل سونغ بعرض عسكري هائل يظهر قدراتها الصاروخية. تضيف الصحيفة: أجرت كوريا الشمالية الأحد محاولة صاروخية فاشلة، إلا أنها لم تجري التجربة النووية السادسة والتي كانت متوقعة. ويزور نائب الرئيس مايك بنس سيول، حيث حذر كوريا الشمالية من عدم اختبار صبر ترامب، مضيفا: إن جميع الخيارات مطروحة. في الصفحة الأخيرة لصحيفة القدس العربي: كويكب يمر بمحاذاة الأرض الأربعاء ولن يرتطم بها. قالت الصحيفة إن كويكبا صغيرا وهو قطره 600 متر يمر بمحاذاة كوكب الأرض الأربعاء، بحسب ما أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا والتي أكدت أن خطر ارتطامه بالأرض معدوم إن شاء الله. وجاء في بيان صادر عن الوكالة الفضائية: رغم عدم وجود أي إمكانية لوقوع اصطدام، إلى أن المسافة التي ستفصله عن الأرض ستكون صغيرة جدا نسبة لحجمه. في عام 2014 وسيمر بمحاذاة الأرض على بعد 1,800,000 كيلومتر، أي أبعد من المسافة التي تفصل الأرض عن القمر بأقل من 5 مرات. تتابع القدس: سيمر الكويكب قرب الأرض بعد مروره قرب الشمس في طريقه إلى جوار كويكب إلى كوكب المشتري قبل أن يعود مجددا إلى وسط المجموعة الشمسية. موقع هافينغتون بوست يعنون في أحد أخباره الأكثر تداولا: دبي تعلن نهاية عصر المعاملات الورقية، وهذا موعد إصدار آخر لآخر وثيقة حكومية مطبوعة. قالت التفاصيل: في إطار إطلاق منصة مركزية تجمع كافة بيانات الجهات الحكومية، أعلنت إمارة دبي عزمها في التوقف عن استخدام الورق في المعاملات الحكومية بحلول عام 2021، ما سيحفظ لسكانها الكثير من الوقت بعيدا عن إجراءات المعاملات الورقية. وقال ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة حمدان بن محمد بن راشد: إن دبي ستحتفل بنهاية عصر المعاملات الورقية الحكومية، وذلك بإصدار آخر وثيقة حكومية مطبوعة بحلول عام 2021 في إطار رؤية تحول حكومة دبي نحو النموذج الذكي. الدولة وخيار الفرد تحت هذا العنوان كتب بدر الإبراهيم في صحيفة العرب الجديد، وقال في أجزاء منه: إن ما تثير علاقة الفرد بالجماعة أسئلة ونقاشات فلسفية كبيرة، إذ يدور الحديث عن حدود تحكم الجماعات بالأفراد وحق الفرد في الاختيار بعيدا عن سطوة الجماعة.
الجماعة هنا على الأغلب هي الجماعة التراحمية العضوية التي ينتمي إليها الإنسان بالولادة ولا يختار انتماءه لها مثل القبيلة، والنقاش دائما هو حول حق الفرد في اختيار ما يتضاد مع أعراف جماعته وما اعتادوه. وماذا يكون موقف الدولة وأجهزتها في هذه الحالة؟ إذ يفضل بعضهم ترك الجماعة تحكم الأفراد بأعرافها تاركا المسألة للتدافع الاجتماعي وتغير الأعراف مع الزمن، لكن دور أجهزة الدولة يتمثل في حماية حق الأفراد في الاختيار ولو تناقض ذلك مع أعراف الجماعة بحسب طرح اتجاه آخر. حق الأفراد البالغين الأكفاء أي من هم في سن الرشد ولا يشكون من إعاقات ذهنية في اختيار تصورهم لحياتهم وما يرونه خيرا لهم يطرح للنقاش مع تعدد الحوادث التي تقف فيها أجهزة الدولة متفرجة أو مساندة لوصاية العائلة والقبيلة على الفرد وخياراته. هناك أمثلة لإلغاء حق الفرد في اختيار ما يرغبه لحياته ويبقى أسير النظام الأبوي الذي يملي عليه تصورا محددا لخيره ومصلحته. يشير الفيلسوف الأمريكي جون راولز إلى أهمية أن يعترف المواطنون ببعضهم بوصفهم كائنات ذات قدرة أخلاقية على امتلاك تصوراتهم الخاصة لما فيه خيرهم وأيضا على مراجعة تصوراتهم تلك وتغييرها. يؤكد راولز ومعه فيلسوف الليبرالية الاجتماعية الآخر رونالد دوركين أن دور الدولة يتمثل في حماية حق الأفراد في الحكم على مختلف تصورات الحياة والعمل على توزيع منصف للحقوق والموارد ليتسنى لهؤلاء الأفراد تحديد تصوراتهم لما هو خير. في 1 أبريل الجاري أقيم مهرجان اسمه الحرب بالوسائد في 18 دولة، وأمس الأول اختتم في بانكوك مهرجان من نوع آخر هو المعركة عبر المياه، يقام لثلاثة أيام يتخلص الأهالي من لحظاتهم الغاضبة والعصبية عبر رش بعضهم بالمياه وفق المنظمين. جولتنا المصورة تغطي جزءا من الحروب التي لا تخلف الجثث وقد وردت في وكالة رويترز. ومن الصور الملونة إلى الرسوم الملونة، كاريكاتير مشاهدة ممتعة، إلى اللقاء.